كريم، رغم انه انك تونس الوحيد كما كنا لعبت جماعات كذا من الكل، علاقتك بالمنتخب مش كبيره برشا. لعبت صحيح ما تلعبش صحيح كيما نقول لك ازمه هذا زاد موضوع كبير اللي ما تنجمش منتخب ديما. الحمد لله انا وصلت البريود الاخر معظم استاجات كنت موجود، انا فهمت عند لي زونتونور الكل. مين ديما نقول لك ديما دي شويه دونترونور يمكن عنده جوالات اخرين يختار انت كم. انا ديما نقول ديما نرجع شويه دونترونور مش تفرض عليه حاجه. شاف في السنه 2016 انت كنت موجود، ايضا كنت موجود في التصفيات نتاع المونديال كاليفيكاسيون. كنت تتمنى تمشي للمونديال قبل مثلا انت قول لي الساعه كنت تتمنى تمشي تكون موجود في المونديال؟ اكيد ما فماش ما كانش فهمت. انا شنو عارف شنو صار وقتها الحقيقه أنا في كل شيء ما فهمت. اللي هذا وقتها دي شويه ديما نقول ماتش الكونغو الحاسم كنت موجود كله، حتى هوني فرنسا لعبت فهمت، وفي ليبيا معناتها تروح ليبيا الاخرين كل بلاصتك فيهم تروح غينيا غادي يعني في بلاصتك فيهم وتخلط ما مش تعمل ستيرير مي ساهمت بشويه فهمت. وبعدك هذا دي شويه ما عمل عليك انا بالمعلول وقتها ما حكيتش حكايه معك ولا ايه؟ كيف حكايه معك لا ما حكيناش انا قلت لك انا من الكلام برشا ما نحبوش فهمت. مين ديما يقول من احسن انترنت اللي عندهم سينابيل اللي ديما نرجع شويه خذاه كاو بنان مش كابه وكاو جايين السخيري هو كان حاسم مش كريم ما يمشيش لا والله ما نعرفش ديما نقول لك ما نعرفش اللي جايين مش جايين خاطر ممكن نحلك شويه اللي ثم 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 عباد مشات اللي ما كانتش موجوده ابار سخيري خاطر سخيري ثم شويه كان موجود اللي ثم جوارات مشات اللي لا ما نعرفش تصفيات سخيري نحكي عن تصفيات جي ما انا اسمه محطوط وتحب ولا تكره وجاي من برا و مو فالوري فالوري لكن ما ساهمش في التأهل ممكن ثم عباد اخرى ما ساهمتش في تونس ومشي مثلا ما نجمش نعطيك الاكزامبل باش تمس جوار مي ثم جوارات ما ساهمتش ومشي في البوست نتاعك في البوست نتاعي وبار البوست نتاعي هو شكون فما في البوست نتاعك؟ لا ما نعرفش شكون فما انت هاكا شوف تبارك الله انت حكيت احمد خليل عليك ما نعرفش شكون ما نحبش نقول ما نحبش نسمي جوارات ديما قلت ما نحبش نسمي باش نمس شعبي فهمت. هذا ديما نقول لك ديش وقت اختارت فهمت كاو انت تشوف كل شيء في السي اس اس وقت الجمعيه باهي كل شيء يمشي كان جوار برك ياسين مريح ديش وقت كاو ما تنجمش ما دامك انت ما دامك جوار ما نعرفش تاخذ جوار ما نعرفش ناخذ نطول هو شو اخذ خاطر انا حاط روحي في بلاصته باش نهار اخر كان واحد يولي في المكان هذاك تخمم انت تخمم اكيد اكيد شنو خمم السي العباد اللي فعلت لا كل حد معنا خمم ولا تسلك فيكم تاع مجرب ناجح مخمم انا قلت لك انا عندي كراسه وانا قايد فيها اللي بريسك كما قلت انت بكري اللي زنتوني الانترنت عندهم قالش على راسي الاكزرسيس تعجبني كل شيء نقيدهم وعندي كراسه وفهمت مغروم حاجه نحبها فهمت فهمتك.